اخر معلومه جات لي ودي بعيده شويه عن لجنه الحكام الرئيسيه، وانا هوجه معلومه او اوجه رساله للجنه حكام منطقه الغربيه. رئيس اللجنه، انت شايف الفتره الاخيره الحكام ليها مستحقات، وشايف ان مستحقات الحكام وصلت لحوالي 30 مليون جنيه، وشايف حضرتك ان الحكام بيعانوا من مشاكل كتيره جدا. ما تجيش حضرتك بقى تضغط الحكام اللي هم بيديروا مباريات في الممتاز وفي الممتاز به وفي القسم الثالث، واتحاد الكره بيعتمد عليهم في المباريات يعني. ومنطقه الغربيه من المناطق اللي عندها يعني عدد كبير جدا من الحكام، وفي حكام مهمين كمان بيديروا مباريات في الدوري الممتاز. ما ينفعش تطلب منهم يديروا مباريات في دوري مراكز الشباب، وان الحكم اللي هيعتذر عن اداره هذه المباريات مش هيبقى معانا السنه الجايه. ده تهديد يعني، ده كده تهديد يعني. اولا وفر للحكام المستحقات، هات لهم فلوسهم الاول، كل واحد حكم من دول يعني لو فكرت وشفت مستحقاته كل حكم هيبقى عليك ليه كام؟ 4000 جنيه 3000 جنيه ده اقصى حاجه، 1500 يعني، ارقام مش كبيره. وفر لهم الاول المستحقات دي، وفر لهم معسكرات للاعداد للموسم الجديد، ومجرد ما تطلب منهم يجوا يديروا مباريات في دوري مراكز الشباب في منطقه الغربيه هتلاقيهم جايين لك على طول على طول. لكن انت بتطلب منهم تعالوا حكموا، الحكام هتعترض، ليهم مستحقات اساسا في مباريات الدوري وكاس الرابطه وكاس مصر. تطلب منهم كمان دوري مراكز الشباب اللي هو كام؟ لما الحكم يروح يحكم ماتش زي ده 300 جنيه. ايه الدافع للحكم انه يروح يحكم ماتش زي ده ياخد فيه 300 جنيه؟ اكيد هيعتذر، لكن لما هيعتذر اكيد له وجهه نظر، فلما يكون له وجهه نظر لازم تسمعها، مش تقول له انت السنه الجايه مش معايا في الدوري. ده مش منطقي. يعني رسالتي للجنه حكام منطقه الغربيه ده مش منطقي. ورسالتي للجنه الحكام الرئيسيه راجعوا لجنه حكام الغربيه في الكلام اللي بيتقال ده، لان الرسائل انا طبعا ما ينفعش اعرض يعني الرسائل اللي بتجيلي والكلام اللي طلع من الكابتن علي طلبه رئيس لجنه حكام الغربيه للحكام. ما ينفعش انك تقول لهم لو ما حدش فيكم هيكون معايا في دوري مراكز الشباب انتوا مش معانا السنه الجايه في الممتاز بيه او في دوري المحترفين، او حتى ما حدش فيكم هيتصعد للدوري الممتاز. هل بيريرا عارف ان لجنه حكام الغربيه بتشتغل بالشكل ده؟ اشك. ومن خلال برنامج الترند احنا بنقول اهو المعلومه على الهواء عشان توصل للجنه حكام الرئيسيه في اتحاد الكوره. بيريرا اللجان الفرعيه اللي في المناطق ما ينفعش تشتغل من دماغها، وما ينفعش توجه رسائل للحكام فيها تهديد انك لو ما حكمتش معايا في دوري مراكز الشباب انتش معايا في الدوري الممتاز. فاتمنى ان يكون في اهتمام بهذه الجزئيات. احنا دايما بيجي لنا رسائل، الناس كلها متفاعله معانا، الناس شايفه ان احنا الحمد لله صوت الحق وصوتنا بيوصل، فكان دورنا ان احنا نقدم هذه المعلومه وهذه الرساله للجنه الحكام الرئيسيه. طيب